الدنيا وحنا على ابواب بعيد العرش المجيد، شنو رسالتك لصاحب الجلاله والشعب المغربي؟ صاحب الجلاله كنقول ليه الله ينور طريقك وان شاء الله تبقى تاج على راسنا دائما، وعندك صحيحتك اللي هي كل شيء وهي راس المال، وكنقول ليه ان شاء الله تبقى انت والاسره العلويه دائما مشرفينا ومفتخرين بكم في كل زمان ومكان، وكنقول ليه كل عيد العرش وانت بالف الف الف خير ان شاء الله. صاحب الجلاله نصر الله، تنبغيو بزاف وتنموتوا عليه، وصراحة دائما مشرفنا في المحافل الدولية لأن الملكنا تضرب ليه ألف حساب، وصراحة في هذا العيد العرش المجيد تنتمنى ليه طولة العمر والصحة، ويكون بخير ويكون مزيان وديما بخير. عيد العرش المجيد ونتمنى له المزيد 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 إن شاء الله من العطاء والمزيد من الحكم لأننا محتاجينه في هذه البلاد بوغ لونتون. تحية حب واحترام وإجلال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحبه جدا، وأنا تغنيت في بأغنيتي المغربية اليوم راح تسمعوها، والله بحب غنيت، هذا الشعب طيب وهذا البلد طيب، ومن القيادة الحكيمة إلى أبسط شخص في المغرب. صاحب الجلالة تنموت عليه، تنحبق عليه، واش يمكن لي نقول ليه إلا الله يطول العمر ديالو، لأنه فنان كبير ورجل طيب وقلبه كبير وتحبنا وتحب المغاربة كلهم، وكتحس بأنه ولد الشعب، ملك ولد الشعب، هذا هو اللي تنقدر نقول أنا، لأنه يحب الصغير والكبير، وهذا شيء ما تطلقاش فيه. أنا بزاف الناس كنعرفهم في دول أخرى تقول لك يا ريت لو كان عندنا ملك أو الرئيس يكون في المستوى ديال صاحب الجلالة. فصاحب الجلالة الله يطول عمره ويخلي لوليداته والعائلة كلها. رسالتي صاحب الجلالة الله يطول عمره، والله يخلي المغاربة، والله يحفظه لبلادو أكيد، ويحمي لنا بلادنا أكيد ديما. اولا قبل كل شيء انا بغيت نقول صاحب الجلاله انا وهنا كنبغوك بزاف بزاف. هو صعيب كلمه شكر في حق صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، كنتمنوا ليه كل خير، وحنايا فرحانين لانه من مشجعين الفن في المغرب. انا كنشوف اي تشجيع لاي فنان هو تشجيع ليا بين قوسين، فان شاء الله خير القدام. بمناسبة عيد العرش المجيد كنتمنى لسيدنا سيدي محمد السادس طول العمر الصحة السلامة، كنتمنى له ما عرفتش بزاف ديال الحوايج بغيناهم لسيدنا، لأنه فعلا كنحسوا أنه الأب ديالنا، وهو فعلا الأب ديالنا اللي حض المغاربة كاملين ومعتني بالمغاربة كاملين، الله يخطي علينا والله يخلي بلادنا دائما في سلم وفي امان، ونبقاو دائما محبين بعضياتنا. ولكل المغاربه كنبغي نقول لهم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله ينعاد عليكم اعياد واعياد اخرى ان شاء الله. طول العمر طول العمر طول العمر، ان سيدنا هو الضامن للاستقرار، سيدنا هو الضامن تاع الهويه، لان عندنا بزاف الهويات وبزاف الاثنيات في المغرب. عندنا ملك واحد كنحبوه وكيحبوا الصغير والكبير وكيدير اللي عليه، والحمد لله راه كاين واحد كنشوفوا واحد الصوره جديده للمغرب. المغرب كيتقدم، خاص الناس حتى هما يساعدوا ويعاونوا، يعني اي مغربي يعاون في 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 تطور المغرب، التطور الايجابي ماشي التطور المظهر وكذا، يعني التطور في 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 المبادئ والاخلاص والعلم والعلوم. بمناسبه عيد العرش المجيد كنبغي نحيي صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وكنبغي نحيي كذلك الشعب المغربي، وكنبارك ليه على هذا الملك اللي فعلا الناس كيحسدونا عليه، وكنتمناو ديما يبقى تاج فوق راسنا، والله الوطن الملك والله ينصر سيدنا. انا بمناسبه عيد العرش كنبارك لجلاله الملك والله يطول بعمره وللشعب المغربي، والحبي للمغرب لبس غوب حمراء واكسسوارات خضراء باش نغوبريزونتي لو درابو ماروكا. اكيد كنهنيو بعضياتنا، كنهنيو بعضياتنا، اولا كنهنيو راسنا به، وكنهنيو بنا لاننا الشعب كيبغيه وشعب مخلص وشعب وفي، وكنقولوا له شكرا على الانجازات، وشكرا لانك معنا، وشكرا ان كل سنه كاين جديد وكل سنه كاين تغيير في البلاد، وكنتمنى حوايج اخرين ان شاء الله يتحققوا. أنا نبغي نقول نهني صاحب الجلالة نصره الله بعيد العرش وبالذكرى العشرين لتربح جلالته على العرش هذه المملكة السعيدة،
فكنقول الله يعطي صحته والله يطولنا في عمره والله يخليه لينا ويخلي لنا الاسره الملكيه كلها. وانا فخور، انا فخور بزاف صراحه، لا فخور فخور بملكي لان اعطى لهاد البلاد شيء الكثير الله يعطي صحته. كنقول ملكنا الله يطولو في العمر، بيس اند لوف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.